بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
مصدق لما بين يديه خبيرا بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير
أبيك وعلى والديك يا دكتور. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن، جنات عدن جنات عدن جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يا صلاة النبي عليك يا دكتور عباس. جنات عدن، جنات عدن يدخلونها يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
اشرح لك صدرك. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يا ستة يبارك فيك ويحافظ عليك يا دكتور عطناص. يا دكتور حاضر. قول يا ابن الغربية. قول. فأما اليتيم فلا تقهر. الله يوصي. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. عفوا عفوا ربنا يكرمك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. الله يبارك فيك وحافظ عليك يا دكتور عطناص. قول يا أستاذ. قول. عندي رطو.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله
الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. وكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة ختمت بنداء من العلي القدير إلى حبيبه النزيل البشير تلاه علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء جمهورية مصر العربية وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي القارئ الذي شرف مصر في المحافل الدولية القارئ الذي دائما يمتعنا في الأمسيات الدينية وفي قرآن الفجر عبر سير موجات إذاعة القرآن الكريم. نقرة توزيعة على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحلية من داخل معرض الفن للانارة الحديثة واضخم محطات ديزل بمحافظة الغربية ومركز سمنود اصحابنا المتوكلين على الله الحاج محمد كشك واولاده مقيمين بمدينة سمنود مخازن فراش الكدرة الحديثة وكسور الضيافة المتنقلة وطاقم الخدمة والضيافة فتطلب من اولى وكبرى مخازن فراشة بمحافظة الغربية ومدينة سمنود لاصحابنا المتوكلين على الله اولاد الخلاني المقيمين بمدينة سمنود الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلة المتوفى واقاربهم وانسابهم تقدمونا بخالص الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.